الماتشات كلها كانت اصعب، بس هي كانت اصعب من الاسبوع الاول. يعني احنا لعبنا نفس الناس الاسبوع الاول، بس الناس يعني كانت لو مركزه بزياده، بس الحمد لله احنا قدرنا نحقق الفوز في البطولتين كل الماتشات الحمد لله. طبعا انا بحمد ربنا الحمد لله على المكسب. انا مصابه للاسف ما لعبتش، بس انا كان عندي ثقه كبيره جدا في كل واحد في الفرقه ان هو لما ينزل هيموت نفسه، عشان احنا كمان للاسف ما توفقناش الدوري اللي فات خسرناه، فكان كلنا عندنا هدف واحد ان احنا ناخد الدوري ايا كان هيتطلب ايه. والحمد لله تعبنا واتمرنا كويس ووقفنا مع بعض وكسبنا الدوره المجمعه الاولى الحمد لله، وبرده كملنا في التمرين، وحتى الفترتين كانت بينهم قليله قوي، بس احنا يعني فضلنا وجينا على نفسنا، وطبعا يعني هم كلهم كانوا ابطال وقدرنا نكسب الحمد لله. المكسب ده بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا، بالذات ان احنا يعني للاسف الدوره اللي فاتت ما كناش موفقين، فالحمد لله ان احنا قدرنا نعوض كل ده وكسبنا وما خسرناش ولا ماتش. الماتشات كلها الحمد لله كان كله ابطال وكله قد المسؤوليه، وكلنا كنا خايفين على اسم نادي الاهلي عشان هو دايما رقم واحد، فالحمد لله قدرنا نثبت نفسنا ورجعنا تاني رقم واحد. البطوله دي اكيد كانت صعبه، لان كان كل تقريبا فريق فيه كذا لعيبه كويسه، يعني بدل ما كان كلهم بيتجمعوا في فريق واحد بقى فيه كذا فريق فيه كذا لعيبه، ف يعني ممكن نقول ان في 3 4 ماتشات كانوا كلهم ملعوبين وكويسين ومستواهم عالي. يعني طبعا الماتشات كلها كانت صعبه جدا، ما كانش في ماتش سهل خالص، البطوله من اولها لاخرها كنا مركزين فيها جدا. كان في 3 4 ماتشات صعبين جدا، زي مثلا في الفاينل ماتش جزيره الورد كان صعب، كسبنا الزمالك الحمد لله، كسبنا جزيره الورد وكسبنا المعادي كمان، فما كانش في ماتش سهل خالص يعني الحمد لله، ما حدش فينا خسر يعني الحمد لله. احنا الحمد لله البطوله لعبناها المره دي على 3 ايام، لعبنا اول امبارح 3 ماتشات وامبارح 3 ماتشات، فكان الموضوع كان مش سهل يعني، كانت الماتشات كانت كتير، والحمد لله توفقنا النهارده وكسبنا ماتش الفاينل. هي فعلا البطوله السنه دي اصعب من اي سنه فاتت، لان يمكن معظم الفرق جامدين جدا جدا. احنا الحمد لله يعتبر حسمنا البطوله حتى قبل الماتش ده، يعني قبل الماتش ده احنا كنا حاسمين البطوله، بس احنا حبينا ان احنا ناكد فوزنا بالبطوله، والحمد لله فوزنا بجميع المباريات الحمد لله. البطوله جامده، اقوى من السنه اللي فاتت بكتير، والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نكسب البطوله. يعني الحمد لله البطوله كانت صعبه جدا طبعا، خصوصا ان احنا خسرنا السنه اللي فاتت، كانت خساره مفاجاه، لكن خسرنا الدوري السنه اللي فاتت، كان علينا دور ان احنا نجمع الفرقه تاني ونرجع الثقه للعيبه تاني، والحمد لله كان اللعيبه على قد المسؤوليه ورجعوا تاني لمكانهم الطبيعي، وان احنا نبقى ابطال الدوري في السيدات في تنس الطاوله الحمد لله. طبعا الحمد لله، احنا المهم في الاخر ان الاهلي هو اللي بيكسب، مش تفرق مين اللي هيلعبوا، كده كده كلنا بنلعب وكلنا كسبنا، فالحمد لله قوي ان يعني كلنا كسبنا فالحمد لله. الحمد لله طبعا اللي احنا كسبنا الحمد لله الدوري رقم 12 على التوالي الحمد لله، وغالبا رقم 36 لينا يعني كنادي اهلي. وزي ما حضرتك قلت المباراه كانت صعبه، يمكن عشان احنا حسمنا الدوري النهارده من مباراه الزمالك الصبح، فكنا النهارده بنلعب مع نادي انبي، نادي محترم وخصم عنيد، فاللعيبه بتلعب براحتها، فما كانش في ضغط شويه، فكل واحد يعني بيطلع اللي عنده، فعشان كده المباراه كانت صعبه بس شويه. والله الحمد لله ده اللي تعودنا عليه، يعني ان حتى في الصعوبه جدا احنا بنقدر نبقى متواجدين، والصعوبه الاكتر ان احنا عندنا كابتن الفرقه واللاعب المميز سيد لاشين ما كانش موجود طول الدوره المجمعه بسبب الاصابه، وشادي مجدي اللاعب رقم واحد في مصر للاسف كان عنده كورونا قبل البطوله وقعد اسبوعين تقريبا، كان في يعني ما بيتمرنش، والحمد لله لعيبه الاهلي رجاله جدا جدا واثبتوا ان الاهلي دايما ولاده كتير قوي. احنا النهارده كمان كان عندنا ماتش الزمالك الصبح الساعه 11، خلصناه الساعه 1 تقريبا، فما لحقناش اصلا نريح، والحمد لله كسبنا 3-1 الصبح. وماتش انبي النهارده برده الحمد لله احنا كنا مخلصين الدوري قبل حتى ما نلعب الماتش ده، ده نتيجه مجهودنا طول السنه وربنا كرمنا الحمد لله، واحنا متعودين ان حتى ماتش كان مش فارق، واحنا ماتش كده كده واخدين اول الدوري قبل ماتش انبي ده، ولكن النادي الاهلي بيفرق معاه كل ماتش، اللي احنا لازم نكسب الحمد لله كل الماتشات. احنا الحمد لله كنا كسبنا الدوري قبل الماتش دوت قبل ما نلعبه، كنا خلاص الحمد لله حصلنا، بس الماتش ده محطوطين تحت ضغط ان احنا لازم نكسب برده الماتش دوت عشان النادي الاهلي، فالحمد لله يعني هم مدينا
يعني وضع كويس في النادي، فلازم نعمل اللي علينا. الحمد لله على الدوري، الحمد لله على الفرقه اللي معايا دي، بصراحه كلها رجاله. الدوري ده الحمد لله مش حاجه جديده علينا، الحمد لله بقى لنا 12 سنه على التوالي بناخد الدوري. كان نفسي اكون بشارك اكتر من كده. الحمد لله الدوره دي يعني لعبت 4 ماتشات من ال7، بس كان نفسي اكون بشارك في السيمي او الفاينل، بس مش مشكله ان شاء الله تعوض في اللي جاي. والحمد لله بقيت اللعيبه رجاله كلها بصراحه. الحمد لله احنا كنا مركزين، والدوره الاولى قدرنا نكسب كل الماتشات الحمد لله، وكنا مركزين اللي احنا نبقى على نفس التركيز والحماس والجديه، والحمد لله قدرنا نكسب برده كل الماتشات في الدوره الثانيه. واحنا كنا كسبنا الدوري قبل اخر ماتش كمان، واحنا كذا مره بنعمل كده، فالحمد لله كانت اللعيبه كلها رجاله وان شاء الله الجايه احسن. النهارده الماتش كان صعب من اول ماتش لاخر ماتش بصراحه، حتى يعني زميلي اللي كان بيلعب البيلي وشومان كانوا بصراحه الماتش صعب. الجيل الصاعد ده الاسطوره بتاعتنا، وانا كنت كسبان 2-0 والماتش كان مش سهل، بس حصل ظروف الماتش رجع 2-0 وازمت، بس الحمد لله بس الحمد لله قدرت اكسب في الاخر، والحمد لله قدرنا نكسب الماتش.